حرية من غير كخة وكخ، مش كل ما نيجي نعمل حاجة حد يقول لنا بخ. أخرج وقت ما أحب وأرجع وقت ما أحب، من غير هق ومق وطق وطق ولق ويوه. حسسني ان انت صاحب البيت وكلنا شغالين عندك. ده انت حاجه غريبه قوي يا بدر. يا ساتر يا ساتر يا اما اشوف مين بصيري ازاي. في ايه يا عم؟ انت قبل ما روحتش مدرسه ليه؟ النهارده الجمعه. لا النهارده مش الجمعه، مش الجمعه. حاضر يا بدر. خلاص ها، قلت ايه في موضوع الجواز؟ انت هتعرف تتجوز؟ ده انت كبيرك ماسك ايد وانت بتتفرج على مسلسل الساعه 7. ده انا ابنك يا دبش، يعني افلام نص الليل والبانوراما الفرنسيه والريسيفر والمتشفر، وسلم لي على تركيا واللي منها. طب ما تعمل لي واصله في اوضتي. ده انت تؤمر يا حاج، بس مش هنروح بقى لخالتي عزاليه عشان نطلب ايد منى عشان تخلف لنا عيال ملزقه وتلم علينا الدبان. يا فراخ الفيوم، يا فراخ يا فراخ، تاكل منها تبقى ديك يا فراخ، ولا حبه الفياجرا النهارده. مالكم يا ابو رياسه؟ مش كده عايزين ننام؟ حرام عليك. ما حاولنا في الحرام، دي فراخ بيضة ابيض من الحليب يا قشط. يا عم انت هتثبتني؟ فضل تحط لهم خطين حمر وتكتب عليهم 100 عقبة. اطلع لك ست جوز؟ لا خليهم 14 وبعد على الثعلب الصغير. تهدي شويه اهدي وراها، لو تخش يمين او تخش شمال، لو تخش يمين او تخش شمال، انا قلت جنان بجنان اما تقرب منها كمان، انا قلت جنان بجنان ما تقرب منها كمان، لما
ست ساعات عشان تغسلي الحتتين دول، يعني فاشله في الغسيل زي ما انت فاشله في التعليم. الله انا خايف من كتر الصوت اللي بتسقطيه يطلبوكي في الجيش. يو ليه كده يا بابا؟ ليه كده يا بابا؟ يا ابن العبيطة يا سيد، كسرت الإزاز؟ أنا بصراحة مش فاهمة، مش فاهمة خالص، يعني مش فاهمة بجد، مش فاهمة أنت عايز تقول إيه يا سيد؟ مش فاهمة، مش فاهمة، مش فاهمة، فيها أنت؟ الله، طب أنا أعمل إيه يعني؟ تعمل إيه يعني إيه؟ هتتقدم لي إمتى يا سيد؟ ما أنت عارفة يا بت، أنا إذا كان عليا عاوز أتقدم لك النهاردة قبل بكرة، بس أنا أعمل إيه في أمك بقى؟ أخش لها بإيه يعني؟ إيد ورا وإيد قدام؟ بقول لك يا سيد، شكلك عايز تملص من الجواز، لو عايز تملص قول لي، بس إيدك بقى على 10 جنيه حق روح الإزاز اللي أنت كسرته. يا منى فهميني، أنا ما حلتيش أي حاجة، أنا لسه مخلص جيش، ولو نفضتيني مش هنزل غير عضل. يا بت أنا أشفور. أنت هتسبل لي؟ أشفور ما أشفورش ماليش دعوة، اتصرف. طب بصي بقى، أنا محتاج سنة أشتغل وأكون فيها حق الفرح والشبكة والسرير والمراتب والمخدات وكل حاجات، ها؟ كل حاجة هتبقى جاهزة إن شاء الله. أنا لسه هستنى سنة؟ بقول لك يا سيد، أنا خلاص بقى بجد. تعبتي من ايه يا مون؟ في العشه يا مون؟ شايفاني لا تفريشي ولا ايه؟ يا اخويا اتلهي يا ماما، ده كان طالبني للجواز. وبتكتبوا الكتاب في ايه؟ في العشه؟ طب الكيس فوق الفراخ اللي حواليكوا دول لسه مدارة ما دخلوش دول. يا ماما ما تضايقيش مخك بقى، احطه لك مخي ده في قالب عشان يوسع. يا مقدمه يا بنت المقدمه. يا خالتي يا خالتي، انت هتفضحينا بالكذب. انا عاوز اتجوز بالاصول. الاصول تطلبها من اهلها. هو كان هيطلبني، كان لسه بيطلبني دلوقتي. هيطلبك منين يا حبيبتي؟ من الفرخه؟ لا منك يا خالتي. مش هنا، تجيلي هناك وتطلبها مني في محل عملي وارفضك. ماشي؟ مش بايدك. ايه في ايه؟ هتتبدلوا امتى؟ لابسالي جوانتي وعاملاني فيها دكتوره عسليه. وان شاء الله الدكتوره متخصصه في ايه؟ أمراض لسة ولا بواسير ولوز؟ ما أنت جاهل، ده عشان التلوث البقي يا جاهل. أنا اللي جاهل يا كوز نشا غرقان في حوض شابة. الشابة دي أمك. الله يرحمها، ماتت شابة، دور بقى على أمك اللي خللت لغاية ما ماتت. بطل. ما كانتش ابتدائية اللي خدتيها يا أختي وزلنا بيها. قال له طب أفك الخط، دور بقى على ما بيعرفش يفك 5 جنيه. عسلية قصار أحسن لك. بلا نيل على كسفتك يوم الانتخابات يا مفضوح، وأنت مش عارف تقرأ أسامي اللي بتنتخبهم، عمال تدور على الهلال والكنكة والنجمة. أنا بحب أتفرج على الصور قبل ما انتخب. عسلية روحي اغسلي ايديكي ونفضي ودانك وبعيد عني احسنلك. أنا مش هضيع وقتي مع واحد تافه زيك. حلاوتك يا مخلل، يا محل بدل الحلوين وهري بدل الأعادي الوحشين. حبايبي فين؟ نضارتي وبرناهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. صباح التناش. بنصبح يا خالتي. نعم. يا خالتي أنا كنت عايز أتكلم معاكي في موضوع 5 6 دقايق كده يعني. بخصوص. الموضوع إياه. ولا عارفة أنت بتتكلم على إيه ولا فاكرة حاجة أساسا. موضوع العشة. العشة، ها؟ عشة إيه يا ابني؟ ما تلخص الحوار. بصراحة بقى يا خالتي، انا كنت عشمان في كرم ربنا وكرمك. في ايه؟ انت قطع كف ايدك وجاي تشحت بيه يا خالتي. انا ومنى، يعني انا ومنى، يعني الحب كله وسيره الحب هذه ليلتي. لسه فاكر يعني خالتك؟ انت واجه تغني عليا في محل عملي. امال هنغني فين يا هنكلم فين يا خالتي؟ اطلع لي فوق على الانقاض.
طبعاً عارف إن منى دي الحيلة اللي طلعت بيها من الدنيا وترملت عليها بدري، وإنت حبيبه ما يرضيكش أجوزها لواحد معفن وعرة وجهل وما عندوش شهادة زيك إنت يرضيك؟ أساسي عندي أنا الشهادة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ها. حلو حلو. لا خافة زي اللي خلفك. لا حول الله يا ربي. أنا قصدي شهادة الجامعة اللي سبتها يا نبيه. يوم المشكلة مش في الشهادة، المشكلة انه يشتغل عشان يجيب فلوس للشبكة والفرح وبعدين يبقى ياخد الشهادة. لا عن امك، انا كده الناس تاكل وشي. الشهادة والشبكة وكتب الكتاب والعشة فهماني طبعا في يوم واحد. ايه ده ايه ده، ما هو كده صعب يا خالتي. هو انا بروحين؟ ما هو لا اشتغل عشان اجيب فلوس الفرح لا اتعلم عشان الشهادة. مش مشكلتي، التعليم ثم التعليم ثم التعليم ثم العشة يا كتاكيت. رخصك للباشا لو سمحت. ليه؟ ما انا رابطه الحزام. مش عشان الحزام، عشان حضرتك دوستي على الخط الابيض. نعم؟ يعني ايه؟ يعني انا غلطت في الخط الابيض؟ ايوه غلطتي في الخط الابيض. الرخص لو سمحت. ونبي حقك عليا يا خط. سامحني يا خط، ده انا كنت فاكراك كارت. وبعدين الخط الابيض ينفع في اليوم الاسود. ارحمي. صباح القشطة بكافوز. قشطة؟ انت بتاكلي من غير نبات؟ لا يا اخي، انت اللي مسخن المعدة بس. ده انا حاسة كده، حاسة ان نفسي مسدودة وروحي رايحة. روحك رايحة؟ صح فعلا، حتى وشك بقى قد اللقمة. ايه ده، حتى الصباحة مقشفرة. مقشفرة؟ بقول لك يا بنت، اما شفت حتة فيلم امبارح على الفضائية كده. مالي؟ انت عندكوا دش من ورايا يا بنت؟ دش ايه نرمين؟ شفته عند الجيرانه نرمين. نرمين ده احنا القناه الاولى بتيجي عندنا مشفره ياما. اه بحسب. يا شيخه عودي ولا دقه، ظبط لي واحد زيت حر صيفاً معتدل ممطر شتاء. زكى عسل. يا صباح القشطه غزال. يا صباح الروايح. صباح. ولا دقه، خليهم اتنين وكتر المطره عشان احلى بنت زوات يا جدع. انتي يلا، والبنت انتك جت اهي. صباح حير طاير علي المقامات جاي من جميع البلكونات على احلى البنات. صباح الدين ايوبي. يا خفه، يبقى صباح الخير على مصر الجديده والقديمه واللي بين البنين. البنات انا انا بين البنين ده. فول شبح يا دقه، وفرشها بصل يا ولا. قلت لك ما ينفعش تدخل من غير الكرنيه. يا عم بقول لك نسيته نسيته. الله، اعمل ايه بس؟ ايش زي ما قلت النيل؟ ايش ده انتك؟ اشمعنى دول بقى؟ ولا دول طلب الجامعه ولا طالب اتنين فول؟ اركب لك ضفاير يعني عشان تدخلني؟ ماله الاخ ابو ضفاير؟ باين عليك الانوثه واخداكي ورجلك شايلاكي. لغه الحوار دي ما تاكلش معايا. انا من امبابه، يعني ندوس على الزرار ونرفع الشعار. بقول لك ايه يا امور، لم نفسك كده بدل ما اعمل وشك فرح واعزمك فيه. ها، وما تدخلوش يا عم عربي لما يجيب دعوته. لو النبي دخله عم عربي، دعوته عندي انا. ماشي يا سندريلا، اعرف صاحبك وعلم عليه. علمتها لك. ممكن اسالك سؤال؟ طبعا ممكن، بس ينفع في الكافيتيريا بعد المحاضره؟ منور عم عربي. بقول لك يا خالتي، انا مش شايفه حاجه خالص. انا البصل ترمخني على الاخر. لسه دنا مبهلشه وحياه ابوك. مالكم يا جماعه قاعدين لازقين في بعض كده ليه؟ الاستقطاع ده نايمين في المحاضره ولا ايه؟ الاول يا ايتها الرياح. هوبي اقوى. هوبي. اقوى من كده. هوبي هوبي. بقول لك اقوى يا استاذ. هوبي انزل هنا. في ايه؟ على فكره انت فاهم التمثيل غلط. على فكره انا برضو اللي فاهم التمثيل غلط. بقول لك ايه، بقول لك ايه، انا من يومي مولود ممثل. ينفع كده؟ قلب عليك يا اخويا الدنيا وانت قاعد بتأدي. في ايه؟ انت مين؟ هوبي هوبي، انا يا اخويا الرياح اللي هبت. اوعى لي كده على جنب. يلا يا سيد. بقول لك ايه يا انتكه، انزلي بتدفي شويه وخفي اللون، انا ما بحبش كده. مش جاي. يلا يا سيد، بدل ما اخليها خراب يا جماعه خراب. يلا. لا
انا هاجي لوحدي. اتفضل يا سيد. اتفضل يا حضرتك. بس يا الله يرحمك يا رجوله. ابقى يلا الفتحه يا حمى. هتقضيها تمثيل كده وتنسى عسليه يا سيكا؟ بقول لك يا ميكا بصراحه بقى التمثيل ده هو اللي بينسيني امك. وانت هتفضل ناسيها لحد امتى يا سيد؟ يا سيد 100,000 مره اقول لك احنا محتاجين اموال. ما هو التمثيل هو اللي بيجيب الاموال بس مستقبلا. ايه يا سيد فاكر نفسك ايه اللمبي؟ بقول لك ايه، ركز في الشهاده وخلينا نخلص. ولما انا ركز في الشهاده مين اللي هيجيب الاموال؟ الاموال خليك انت في الشهاده وسيب عليا انا الاموال. ليه انت هتشتغلي مع هنيدي؟ كتير عليا كتير يا رب. كلم على قدك يا اف. شغل العيال ده انا ما بحبوش. طالما انتوا مش بتوع بيزنس تجاره يبقى روحوا ازرعوا بقدونس فجي. يا شمس بيه انت كده هتخرب بيتنا. انت اللي ابتديت يا صلاح وانا برد على قله اصلك. باي باي يا فجي. في ايه يا بابي بتزعق كده ليه؟ تجار اخر زمن يا بنتي. قولي لي انت عامله ايه؟ انا كويسه يا بابي. بقول لك الو. ايوه انتك. انا مجهزه كل حاجه للحفله ما تخافيش. ايش تعس سلام. ايه ده يا بسان انت لسه بتكلمي اشكال السيكا سيكا دي؟ مش قلت لك تبعدي عنهم وما تعرفيش البنات البيئه دي؟ قلتلي يا بابي دول صحابي وبيحبوني وبحبهم. حبك بورس في ليله العرس. دول بيحبوا فلوسك يا متخلفه. مش كل حاجه في الدنيا فلوس يا بابي. في الزمن الاخبر ده ما افتكرش. يلا يلا مش عايز وجع دماغ. روح الحسابات خدي فلوسك. يلا اوكي. بس دول بقى اصحابي وهيفضلوا اصحابي وهفضل احبهم. ها طز فيكي. قولي قولي الاوبرا يا فنديه. خليك مع الاسفلت انت وانا هلم لك الاوبرا. انتكا انتكا. ها بقولك ايه ادفعي عشان صرفت اخر 3 جنود على الاكل. خربت ام تفاستك تفتح قالت انتي انتك. طيب اخر كف مريم على الله يثمر. الله ما انت هتاخدي الباقي دلوقتي. 3 صوابع ودم. خدي ديله 3. ودول من اللي وراي. بقول ايه كده تمام الحساب. فاضل بس اجره 2 في الكنبه اللي ورا ما دفعوش. نزلنا انا بقى على جنب هنا. على فين يا مايونيز؟ مشوار صغير وجاي. اه رحت فين البنت دي؟ بقول لك ايه يا اسطى ما يكفي مريم وحياه ابوه. ده انا اللي عاوز الاجره يا بنتي. وبعدين يا عن خالتك كملي. دي هتبقى حفله حلوه قوي خالتي. اه هي دي اللي فيها الرطوبه. اهي هيبقى فيها الفور كاتس بنات تقفيل بره. انما ايه كده بجد؟ اه والله ده هيبقى فيها الجامعه كلها. والنبي الصداقه. الصداقه كنا هنضرب في الموقف دول. صداقه ماشي يا مال. اللي احنا عاملينه في الناس هيطلع علينا. ها ولعلمك بقى لولا غزال جت انقذتنا في الموقف كان زماننا شغالين عتبه عتبه بره رمسيس. عيب غزال دايما جاهز يمنع المصايب من نداله مقالب. هي هتشتري بنت ابوها. بصوا بقى ركزوا انتوا كل اللي تعملوه تفتحوا بقكم على الاغاني وخلاص. ودي شو شغال تكميله. يلا يا مقالب. ماما ماما فين؟ ماما هنا. ماما هنا هنا اهو. ماما هنا هنا اهو. انا جايه افرجكم هنا. خالتي 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 انت بتزعلي ليه؟ خالتي 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 ليه متضايقه ليه؟ والله لا اسيبكم مش ممكن اسيبكم. فرجتوا عليا الخلق بهي وانا جايه افرجكم هنا. وانتوا يا فاشلين يا بنات فاضيين. انا سني صغير والعمر قصير وانا هبعت لهم معلش يا خالتي سامحيني يا خالتي لازم نرتكك. لا
والله والله ده بيتوقف على المبلغ. قصدي يا حبيبتي ساعات بحس انك اتخلقتي عشاني، وساعات بحس انك كبيره قوي عليا. حجما ولا موضوع؟ ها؟ وبعدين ساعات ايه ودقايق ايه؟ ملعون ابو الحب اللي كله عقارب اللي مدوخني معاك ثانيه بثانيه. والله دي وصيه امي الله يرحمها قبل ما تموت من الجوع. امي ندرت وقالت ان البنت اللي هتجوزها لازم تصرف عليا 5 سنين. بصي مسكه الايد 5 جنيه، البوسه 10 جنيه، الحضن 25، وليله الدخله تكتبي شيك على بياض. دي وصيه دي ولا ضريبه مبيعات؟ طب لعلمك بقى انا الحرصان عليا كده. طب ده انا اول امبارح كنت في الاستاد بتفرج على ماتش بين السنغال والكاميرون، ام حسام حسن يسيب الماتش كله ويطلع لي المدرجات قال ايه بيسالني على الكوره. حجك فارغه متيم طبعا. طب ايدك بقى بسرعه على 10 جنيه عشان اروح اشجع لك حسام حسن في ماتش الكاميرون وساحل العاج. اشتغلني يا من غير ضرب يا انت مرهون على قفه. بحب كرة كفر. تعرفي انا متفائل قوي كده بقى، الحواله بتاعت اخويا قربت توصل. انت هايله، انا حاسس ان مستقبلي معاك هيبقى في امان. ده على اساس ان انا حبوب منال الحمل ولا ايه بالظبط يا حسن يعني؟ طب معلش ما تزعلش قوي كده يا شيخ، كنت بهزر معاك. على فكره انا كمان بحس معاك بالامان. ده على اساس ان انا شركه تامين يا خالتي. ايه خالصين؟ ايه ايه يا اختي عليكم، بقيتوا توحشوني اكتر من مسلسلات رمضان. طب يلا يا حسن اقفلها التلفزيون. عسل. مالها صلت ام اشرف؟ الساعه بجنيه وربع والكوره اكبر من دي. بعدين تعبت قلبي غزال، اجي يمين تيجي شمال، ترسيني معاكي بقى على بوكت. مشكلتك انك مش حريف، ما بتعرفش تنشن صح، عشان كده عمرك ما هتبقى لعيب بلياردو. خلاص علمين، فكر ركز خد نفس. انت تعلمين الغطس؟ اقف صح نشن والعب. غزال انا بحبك قوي. اديك اتسرعت، ركز وافهم بقى. فهمت، انت بقى فاكراني طمعان في فلوس ابوك. انا صحيح من شبرا خيمه، بس عندي اللي مش عند ابوك. انا عندي قلب من ذهب ودش 2 كامة 11 قمر. رايح فين؟ اتفرج على القناه 7. طب وحياه امي حسام بيحب؟ هو الراجل كده عامل زي طبع البوسطه، كل ما تتفي عليه يلزق اكتر. هتفضل قاعد لي كده صح؟ طب انا اعمل ايه يا منى يعني؟ وانت كل اللي طالع عليك تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ لا ما هو امتحان الترم لسه فاضل عليه 2 شهر ولسه ما جبتش كتب عشان اذاكر. يعني هو ولا فلوس ولا شهاده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الله جرايه انتك، ما انا مستني حد يجيب الكتب عشان اخدهم منه واصورهم او ارسمهم. قرب قرب قرب، يلا يا ولد يلا يا بنت، ولا حاول على الانترنت. خد لك كتاب هديه وارمي كتاب الكليه. اجتماع نجاح. قرب قرب الكتاب ب 20 بوندي بقى، ب 10 بس. قرب قرب في الكتب كتير، قربوا بقى كده خلونا نشتري السرير. كتيكم العربي هو اللي فيه، على فين حضرتك؟ دي عامله تعملوها؟ يا دكتور احنا مش قصدنا والله، احنا كل اللي نقصده ان احنا نرفع المعاناه عن الطالب، يعني مثلا الكتاب ب 20 جنيه احنا بنبيعه ب 10، احنا نكسب والطالب الفقير يتعلم والغني يوفى، دي حقوق الانسان يا دكتور. الله. والله يا دكتور، وبعدين ده احنا بنحب حضرتك قوي. احنا لينا غير الدكتور؟ ده احنا حتى بنحضر كل محاضراتك يا دكتور على غير العاده. واللي في البيت ياكله منين؟ ده رابع كتاب ينزل لي ويسقط. وفي ايه يا دكتور لما يسقط؟ طب ده انا خالتي سقطت 5 مرات وفي السادسه جابت الواد بعد شوق. مبروك يا خلاص
أنا متنازل عن المحضر عشان ما يضيعش مستقبلكم، وياريت تخلي عنهم واكتبوا تعهد بعدم تكرار الموضوع ده تاني. خلاص هحولهم على المديرية ويخرجوهم من هناك. اتفضلي اتفضلي، جايب لنا المشاكل. ايه يابا؟ في يابا؟ جايين فرحانين قوي، ادي اخره الجوازه الهبات. خلاكي من اصحاب الثوابت يا اختي. ثوابت ايه يا عسليه؟ ما تروقي يا حبيبتي دم يا اختي. ما قلت لكم تغوري الجوازه دي، يا عالم مشبوهه مش من مقامنا. انا مالي انا يابا؟ مشبوهه ايه يابا؟ مشبوهه ايه؟ مش كده؟ ما قلت لك خناقه مع واحد زميلنا في الجامعه وخلصت. الله، كل شويه تعمل لي بالو كده. انا بالو هات بترد على ابوك وتلاقيك اتخانقت عشان بنت بائعة الليفت دي. ما انا عارفك عبيط واهبل. يا عبيط يا اهبل يا عبيط يا هبل. وانت مالك؟ كنت سيبك ان شاء الله يتفتح قرن اللي جابه. وانت مالك؟ تفتح قرن مين يا عسليه؟ الهوا يا حكومه عاوز تفتح قرني وانا في منطقتكو. افتح يا عسليه، افتح افتح. انت مسيح لي هنا ولا ايه يا مين؟ يا احمد انا عايز اعمل للراجل ده محضر تعدي على انثى في طريق العام. هي فين الانثى دي يا حاج؟ حتى الحكومه مش معترفه بيكي انثى. يا رب خلصني منه في الدنيا زي ما هتخلصني منه في الاخره. ويخلصك في الاخره ازاي؟ انا داخله الجنه عن خالد. يبقى قابليني عن ستك. مش عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ والله يا ماما انثى انثى. انت مش هتبطلي تشغليني بقى؟ انا مش ممكن اكذب عليك يا حسن. اقول لك على خبر مبسوط؟ انا حاسس ان خلاص اخويا قرب يبعت لي الحواله. صدقني انا مش زعلان، دي حياتك وانت حر فيها. اعمل ايه؟ وصيت امي الله يرحمها قبل ما تموت من الجوع. ها انا مش عارف اقول لك ايه، بس انت بنت حلال واكيد ربنا هيرزقك بواحد اسعاره مهوده. يا ابني انا ما يهمنيش الكلام ده، احنا خلاص هنبقى اصدقاء. ما انا قلت لك ده انا العرسان عليا كده. طب ده اول امبارح كان في حريقه جامده قوي في حارتنا، ومظبط المطافي ساب الحريقه ولمحني وجه جري خبط على باب بيتنا قال ايه؟ عايز حله ميه عشان يطفي بيها الحريقه. حجك فرغه متيم طبعا بالحله. ايه ايه؟ ما تتكلم ولا انت جاي هنا تسمعني سكاتك؟ مش عارف الكلام هرب من على لساني. ليه هو لسانك سرق سريقه ولا ايه؟ من الاخر كده بقى بحبك. ياه كفاره يا اخي، حمد لله على السلامه. كل ده عشان تقول لي بحبك؟ رجاله اخر زمن. امال في الجوازه هتعمل ايه؟ طب وانتي؟ بحبك يا حمار. الله، طب ممكن تقوليها كمان مره؟ بحبك. لا يا حمار. بس انا ظروفي يعني. عارفه ظروفك وبحبك وموافقه بيك. طب واهلك؟ اهلي ناس طيبين وعلى قد حالهم، وكل اللي يهمهم ان الاقي انسان يحبني زي ما انت بتحبني كده. يعني افهم من كده ان ينفع تقدم لاهلك؟ ينفع. طب بصي، انا خلال شهر هكون جهزت للخطوبه والشبكه عقبال ما اخويا يبعت لي الحواله من الكويت. خلاص. هو استعمار افترى. ايه دي اللي حاطاه جنب المحل ده؟ وفي ايه يعني لما افرش قدام المحل بتاعك شويه مخال؟ مخال؟ حد يحط المخال جنب الحلويات؟ عاوزه البسبوسه تصنن؟ انت يا اختي ورثيني بالحياه. في ايه يا راجل؟ ده الجار للجار. الجار للجار مش معاك انت بالذات. مش معايا انا بالذات ليه؟ كنت جوز امك ولا مرات ابوك؟ انيل 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 انيل. ايوه انيل، شيل الحاجات دي بدل ما امسك طوبه دش المحل بتاعي. طب دش المحل. أيوة دش وانا خليها لك. كوم تراب وخراب يا ضل خراب. عشان بدل ما اقلعلك في وسط الشارع. استعملها، ما انت مهزق. انا مهزق؟ طب اهو اتفضلي بقى. ادي حاجه. طب اهو بس يابا، بس يابا يا ريت تيجي عليك. لا اصلت عليك. ايه الراجل قليل الاصل يا اختي؟ جنني فرج عليا بدني عشان حط كلمه خلي فرشتهم قدام المحل بتاع الناس قبل المنايه. يا بابا حرام عليك، قلت لك 100 مره بلاش اللون ده مع السلايه دي. حمات ابنك هما لما تشيلها من جزورها. الله انت ناسها بيغم. لا بقى كفايه بقى، ده داخل عشان ولادك والله العظيم. لكن اللي يغلط في امي امسحه من على وش الدنيا يا عم ضابش. بت وانتش تردش علينا يا عدلت امك. ما انا واقفه. معلش يا عسليه اقفليها والنبي ما تفتحيهاش. وانت يا عم ضابش ادخل المحل بتاعك ربنا يهديك. وليه بسبعه تلسر؟ ان شاء الله دايما 77 لسان. سبعه تلسر نضارش فين؟ جورناني يعني طلع على البلاج يبقى هات لها كلوب. بس يلا يا جاهل يا بصمجي يا بتاع الختامه. ايه ده بقى يا بابا؟ مش كل يوم اخلصك من عندك. طب روح انت بقى، روح ما تخنقش تاني. ايه دي؟ معلش
معلش يعني انت كل شويه تعملي مشاكل يا عسليه. انت بتعملي معايا كده ليه بس؟ مش انا بنتك حبيبتك؟ ان موريتي وربنا ما انا سايبها يا بابا. دي مهما كان ست برضه، وانت عارف الستات مخهم هوا. ليه يا اختي فرد الكاوتش دي ملهاش كاسر، وانا هعرف اكسرها. تكسر ايه يا بابا؟ تكسر ايه؟ هي ازازه كازوزه. قول بقى انك انت عايز تبوظ الجوازه بتاعتي دي من الاخر. كتاكلين على دي جوازه مشمومه. غور يا اخويا انت وجوازتك. لو ما كنتش هضرب عسليه دي في الخلاط واخليها عصير لفت ما بقاش انا ضبش. ما تقوم يا بنت شوفي مين. وانت يا اخويا اللي عاوز تتجوز ده بقى شو ده على طول يقع منك بدككوا بأسك لايدي ورحمة أبوكي لم سحرك وخربت الأرض. هو برضه اللي عملت شغلي أماسل بتاع المسوسة الملزقة ابن الملزقة. يا ماما يا ماما حرام عليكي، انت عايزة تخربي عليا وتبوظي لي الجوازة وخلاص. بس يا بنت جوازة الندمة ملهام. يا ماما يا ماما معلش خليها عليكي المرة دي، الراجل كبر وبقى دماغه بتفوت. واحنا ايه يا اختي اللي زنقنا على العيلة المفوتة دي؟ قال على رأي المثل جابوا الجردل وقلبوه طلع السيد لابوه. يا ماما يا ماما من حق اختاري مليانه من اللي هنجوزه بقى. طبعا لازم تختاري شريك حياتك. شفتي انا حقانيه ازاي؟ انت اختاري جوزك وانا اختار جوز بنتي. منطق برضه. يا لهوي يا عسليه انت عايزه تجوزيني اتنين؟ قرب 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 ليه تدفع اكتر ما دام عندنا اقل؟ قرب قرب قرب. سيبك من قدامك وبص وراك، تعال شوف المخلي الخرشوف النبي لما تدى العلامات ده اصل ده بالنيه. قرب 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 قرب. خد اي حاجه من العربيه التعريفه. اشتري زيتونتين اتنين تاخد بطرمان هديه. قرب 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 قرب. اشتري حتتين جه تاخد عليهم صينيه كنافه هديه. قرب قرب. ثوره الكنافه والبسبوس. ثوره سعد سعد يحيى سعد. احنا فكر جديد وجيل جديد وبنضحي بخروف العيد. اشتري المخللات الذهبيه وابعد عن حلويات عسليه. اتصل بزيرو 900 وشيل اي حاجه من العربيه، ولو خدت اي حاجه من دمش اتصل ب 122 وقرب قرب. ربنا على المفتري. عملها معاملة الكبريت ولا انت بقى لسه جديده في السجاير وحقوق تعرفينا؟ هي هتركن عندك كتير. هتعملي ايه يا ام الزعامه؟ في مصلحه كده بقلبها في دماغي، هتجيب فلوس ان شاء الله. انت بتقلبي نسكافيه، ما تقولي بقى وتخلصي. تأديب وتهذيب وإصلاح، هو ده الإصلاح. رحلة إلى الإسكندرية، قرب وتعالى عندي الرحلة ب 20 جندي، 20 جندي بس. مرة أكلم أمي، طب اقروا الفاتحة لأبو العباس. يا إسكندرية يا أجدع ناس، تعالي روحي يا أجدع ناس.
الفتح لابو العباس. يا اسكندرية يا أجدع ناس يا أجدع ناس. يا جدعان في إيه؟ بقول مرسى مطروح يعني تسوق من سوق ليبيا وحب عن صخرة العشاق، صخرة ليلى مراد. أيوة نسمع. بحب تنساوى يا هنايا في حبهم المية والهوى. إيه؟ بحب تنساوى يا هنايا في حبهم المية والهوى. قرب 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 قرب، رحلة للفيوم. فيوم إيه؟ بلاش الفيوم، رحلة إلى الهند. ناري نارين ناري من جماله، ناري نارين قلبي إيه جراله، والساعة 2 عندي درس بيادو. قرب قرب، واحد هند واحد هند، هند صحراوي هند صحراوي. اسرعي بلاش، اسرعي خاطر، بقول اسرعي خاطر. قرب قرب قرب، رحلة إلى شرم. قرب مني، دي رحلة إلى شرم. الحق يا تامر، الحق يا شريف. وعيا تذكرتين. ايه ده؟ مين النخلة دي؟ دي مريم خبيرة أرصاد جوية. وطالعة لفين؟ قصدي طالعة مع مين يا أختي؟ لا هي طالعة لوحدها، هي بتقطع تذكرتين. لا طالعة مع ولي. طالعة إيه؟ مع ولي؟ طالعة انتي ومين؟ بتعملي ايه؟ ايه بهزها يا اخويا؟ مجيتي ناسي البلح؟ ازالي يا مان؟ ازالي؟ بنظام الله يخليك. وقلة اللبسه ده طالعين نجاهد. يلا يا ستي يلا اتفضلي اتفضلي اتفضلي. الفيوم ايه هناك؟ ايه ده؟ كل واحد يقعد على كرسي. جايبين سندوتشات ولا لا؟ اوعى تكونوا نسيتوا السندوتشات. ايه ولا لسه؟ الفيوم؟ ايوه يا اوزع. روح على كرسي بتاعك. يلا يلا يا اخي يلا. خلصونا. ها خلاص؟ خلاص. بقول لك ايه؟ ما تاخرش على التصوير بكره. هحاول هعمل مونتاج في البيت وهجيلك ابعاد الكاميرا. بص بص ايه ده؟ الحقوا، شايفين مين؟ ده مصطفى عمر. يا لهوي يا لهوي مصطفى عمر. ممكن بليز تكتب لي اي حاجه؟ حاضر. اسمك ايه؟ غزال. مين؟ بسنت. بسنت. وانا وانا مديني بقبوزه. مين؟ بقبوزه. حاضر. فينك جاي انت يا استاذ؟ في الصيف ده ان شاء الله، بس يا رب الاستاذ محمد نجار يجي في مواعيده. بس على فكره يا استاذ انا بحبك قوي، وانا صوتي حلو قوي قوي قوي، ترى حتى حافظه كل اغانيك. يا ليلى ده وجايين نرضى بالمكتوب اللي. لا والله هايله والله. منايا بقى منايا منايا منايا. طب يلا هتغنوا معايا؟ ايوه يلا يلا. منايا حبيبي تحس هوايا هوايا، ويا ريتك تعرف ايه جوايا هوايا. منايا حبيبي تحس هوايا هوايا. دي بتاعت اغنيه تانية دي. يلا باي باي. يلا شوفوا يلا يلا باي. تقول بعوني تاني.
عندك حق، ذنبك ده انتك. طيب انا هنزل ادي الفلوس دي لامي واقول لها ان اخوكي بعتهم من فلوس الشاب. ماشي. ها اخوكي يا مقالب، ركزي، عايزين حاجه من تحت. واحد ميكروكروم ومعاهم 200 انتي بايوتك، وخلي القطن بره. اول فلوسي بعتها لك سعيد. هتتجوزي قسط يا ستي؟ اصبري، ما هيكمل معاكي تمن الشبكه، ما نشوف اخرتها. ادعي لي يا ماما ربنا يتممها لي على خير. ادعي لي يا ماما. ادعي يا ماما. النبي يا رب نولها كل اللي في بالها. حته البسبوسه تحلي بقك، هترفع سعادتك ولا احجز على المحل؟ تحجز ايه بس؟ ما صبرك علينا شويه، ما انت شايف الحاله ايه؟ لا حد بيشتري ولا حد بيبيع، وبعدين لو اعرف انك جاي كنت دبرت لك المبلغ، اجيب منين دلوقتي؟ اخر يا سلام. استنى استنى، خد خد قرشين قولي من بابا الله امبارح. شاكرين، انا كنت هدفع بس مش عاوز اخد دولارات. لا عيب تجيب واحد. كده يبقى فاضل لنا 37 قرش. ايه يا ماما ده؟ انت قاعده بتصرف في الاموال وتشبريها على الناس من جيبي؟ فلوسهم وخدوه. فلوسهم وخدوها ازاي يعني؟ يا ماما دي فلوس جوازي، حرام عليكي. لما يبقى يجي يومك يبقى يحلها الف حلال. انا مش عايزاها الجوازه دي. ادي اول مصلحه طارت. جربت انتك دي فلوس ابني ورجعت لنا تاني. مفيش مشكله يا عمي خالص، جت من عند ربنا. قولي لي يا ماما، انت كنت طالبه شبكه من سيد بكام؟ ثلاث بواكي. خليهم ثلاثه ونص. ثلاثه ونص في مين؟ فيك انت؟ هو ابني هيتجوز بنت مين اساسا؟ بنتي يا ضبش يا راجل يا مهزق، لسه عاملين فيه الجميله اللي ما بيطلعش فيه. ليك حق، ما انت لقيت العبيط اللي هيدفع. شكري قوي يا عمي. هو انت مالك انت؟ هو انت ابني؟ لا انا العبيطه. لما انت عبيطه تبقى امك هبله. صح يا هبل. والنبي لبكره يبصموك على بيع الدكانه ويقولوا لك بنبصمك على جايزه يا جاهل. هبله. جابتها هتشطوبه يا بنت. هبله. يا بنت انت مهزه، معاها هتشطوبه. هتشطوبه يا بنت انت مهزه، معاها يا بنت. خلاص يا ماما، الراجل قال غلطان، ليه هيعمل ايه تاني؟ ايه دي بقى؟ خلاص خلاص يا ماما، ما تزعليش. ها ماما، صباح البسبوسه يا احلى اب في الدنيا. صباح الخير يا اه، مستعد؟ ما تقلقش يا غالي، مش هسيب سؤال غير لما احله عشان انول المراد. ايوه، عايزك ترفع راسي قدام الاعداء بتوع الابتدائيه اللي بتشوفها. طب اشد انا بقى عشان الحق اللجنه. استنى. ايه؟ ذاكرتك في راسك، سندوتشاتك في كيسك، مطوتك في جيبك، اللي يقول لك غششني اقطعه. يلا يا راجل يا مهزة، في واحد محترم يقول لابنه مطوتك في جيبك؟ مش ناقص كمان الا تقول له بعد الامتحان خد 4 جنيه هات لنفسك ازازه بير. والله بلا قله ادب. بنقلد انا فاشر ده مثقفه. ما تحاولوش، كل واحد يبص في ورقته احسن له. اكبوزه مين اللي هزم السلبيين؟ الناظر صلاح الدين. ده فيلم علاء ولي الدين يا ام الزكاوة. يعني علاء ولي الدين هو اللي هزم الصليبيين؟ عرفته احمد مظهر. احمد مظهر ولا علاء ولي الدين؟ حددوا موقفكم، هتسقطوني. هو حسام فين؟ ما اعرفش عنه حاجه من ساعه ما خدنا اجازه نص السنه لحد ما دخلنا الترم التاني، شكله كده مقضيها قنوات. يا عيال يا عيال، إيه؟ النتيجه بيعلقوها دلوقتي، بس مش هنعرفها غير بكره الصبح. يوه، لا انا مش هقدر اصبر لغايه بكره الصبح، انا لازم اعرفها دلوقتي حالا. ان شاء الله يا رب اديله 50 جنيه. تعبانة فيها يا رب. والنبي يا رب، لو كانت في يوم فرستني وحرقت دمي وخلتني دعيت عليها ما تاخدش على دعايا، دي يتيمة. والنبي تفرحني بيها يا رب. يا رب سقط ابني عشان نبعد عن الجوازة الفقر دي. والنبي يا رب تاخد من قلبه وتسر. أنا مش عايزاه الجوازة دي.
كده يا كده. المساء قربت. قولي يا رب. يا رب الحق يا بنات. ايه في ايه؟ صاحب البيت طرد دلوين ومام الشقه. ازاي يعني؟ بصم امها على انذار اخلى من شهرين على انه جواب عوايد وجاب الحكومه وطردهم النهارده من البيت. ايه؟ خش يا نرمين. تعالي يا خالتي. لا من هنا نرمين، من هنا. تعالي يا خالتي. يلا نرمين تعالي يا خالتي. داليا بس ابوكي. ابويا هو اللي اداني المفتاح وهو اللي قالت لكم الشقه. يلا يا خالتي. يلا نرمين. اتفضلي يا خالتي. ها ايه رايك؟ زي الفل يا بنتي. ربنا يخليك ويقدرنا على فرشها. يلا يا عم. يلا يا ابا. يلا يا عم انت وهو. بالراحه. الله بالراحه على الحاجه يا عم. بالراحه على السرير. خلي بالك امال لما بكابوزه تنام عليها يحصل ايه؟ هيتفرتك. بقولك يا بكابوز اتقلبي يا حبيبتي يمين وشمال كده بالراحه، احسن السرير ده لو اتكسر انا مش هلاقي سرير اتجوز عليه وهعنس. ربنا يخليكوا ليا. بس يا خساره. ايه؟ مفيش دش ولا بوابه هزقه. مش مشكله انا هتصرف. نأجل الفرح يا حسن. هنعمل ايه؟ نأجل الفرح بقى بعد ما اتفقت مع بتوع الفراشه وعزمت الناس ودفعت عربون الشبكه. تقولي لي نأجل الفرح؟ ما انت اللي اتصرعت يا حسن. وانا كنت اعرف منين بس ان الحواله بتاعت اخويا هتتاخر؟ وبعدين الجو هيرجع عايز باقي فلوس الشبكه. خلاص نعمل الفرح النهارده ونأجل الشبكه لما تبقى الحواله توصل. ازاي بس يا داليا؟ يعني اعمل شبكه من غير شبكه؟ ده ايه الشبكه السودا دي؟ خلاص بلاش منها جواز احسن يا حسن. رايحه على فين؟ مطرح ما رجليك توديه. مقلب. جبنا الشبكة. لبس الشبكة يا عريس. ظهرت يا داليا. الأدب، واللي ينقط ينقط بالأدب عشان الرجولة أدب مش هز كتاف. واللي يصلي على النبي يكسب واحنا ملوك المكسب. اللي يحط الجنيه فوق دماغه يلطط واللي يحطه تحت رجليه يعلى. يا مدعي الكبر. ايوه انت. هو الكبر على مين؟ كبرك على الناس مرض حساس ما يصيبش بني ادمين. واسمع سلام تلاتات تلاتات من هنا لحد الشلالات. اديها بنصبح ونمسي على بلادنا بين السرايات. يعني رجول ادب وامانه مش غدر وخيانه. وبنصبح اول وتاني على بلادنا الخمسين شمع دول العريس والعروس واللي في القلب في القلب. وبنصبح ونمسي على امبابه يعني كل بلد وليها محطه لامبابه وليها مطار. وبصبح ومسي على السيده بلد القنبله. وبصبح ومسي على ابو العيله يعني كل بلد وليها شيخ الا ابو العيله وليها سلطان. وعايزه اسمع سلام سعيد شحت محطي. يلا
هي بتهني في حبيبها وصديقها وابن حتتها المعلم دابا. لو حياه امك انا مس عليه بنفسي. وعشرة يوم ده عمر بحال ده دبش ده الغالي ابو الغالي. قسم يا استاذ. الصلاة على النبي. فاكره مفيش قديكي اذا كنت شايفه نفسك واللعبه لقاوديك. انا ابوك ابنك يا عمي ضحك عليا واستغل حبي ليه بعد ما عمل عملته رماني انا وابنه اللي في بطني. يا خسيس لازم صلي على غلطتك. يابا انت ايه اللي لبسك لبس العيد بدري بس؟ بعدين ما تصدقهاش دي مجنونه وكتب لها على خروج بدري. بحبك يا الله. يا خسيس ابويا اصلي يوناني غزال. انا بعد اللي انت قلتيه عايز اعترف لك بحاجه. اعترف يا اخي غزال. انا انت ايه جاي لي خط بزنس اخر الشهر.
امك عسليه دي صعبه قوي منى بصراحه، ده صعب بالثانويه العامه يا شيخ. لا والله دي سهله قوي، بس انت اخوك اللي مش مذاكرها كويس. لا بقول لك ايدك دي للسلام بس مش للزغده مش مشه. وانت يا حلوه لسانك ده للكلام مش للغلط. طب لخصوا هاتي من الاخر، امتحان الترم فاضل عليه شهر والنتيجه بعده بشهر، هنجيب فلوس منين يا فالحه؟ بصي بقى انا زهقت منك ومن اخوكي، ينعل ابوكي لا ابو اخوكي. ايه يا بنتي اللي عملتيه مع حسام وابو ده؟ يا بنتي سيبك بقى، هما البنات كده عاملين زي طبع البوست، كل ما تتفي عليهم يلزقوا اكتر. بلا نيلة يا صبري يا اخر صبري. ايه يا صبري السندوتشات دي؟ هاكلها على مهلي احسن تخلص. هي مالها كشه كده ليه؟ انت خايف تكبرها لا تتحسد؟ بابا بخرهم يا صبري، ده السندوتش بثلاثة جندي وبيجوع مش بيشبع. هو ده اللي عندنا، مش عاجبكم روحوا كلوا من على عربية الفول. يلا يا جعانين خش على المدمس وخد لك رغيف وغمس، فول بالزبدة ده بطعم الكبدة وفول بالزيت الحار، ده انا قلبي مولع نار. ده فول بالدقة، هتدوقه وما تقولش لا. حاضر، مع السلامة. عندك اربع طلبات مجرد تجيب كليه الحقوق وتوصي يا بنت. صباح الخير. بسم الله. لا انا مش جعانه، انا بساعدك بس عشان تلحق محاضرتك. كل 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 فول على الفحمه بطعم اللحمه، فول بالصلصه للناس الغايصه. الحلوه جايه رايحه، الفول ابو زبده سايحه. ايش ده؟ جيب دروب وانت يا ويلكم يا ويلكم يا ميت نهار ويلكم. ظبط يا بنت شويه فول للعميد والسواح اللي معاه، خليه يتشرف قدام التورست. ذا فول في الفيفتين دي باين عليها ليله طين. يو ار فيري فيري بيوتيفول وي هاف ا فيري فيري جود ايجيبشن بين. شفت يا دكتور لانجويج فانكشن. ايه يا ام يا ام امن امن، مين هيحاسب على اللي انت بتاكليه ده؟ عربيه فول حرام عليكم، والله حرام عليكم. انا عايز اعرف انتوا معمولين من ايه بالظبط. اه صحيح، انتوا معمولين من ايه؟ وكمان بتضحكوا؟ ماشي 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 ماشي. ليه يا باشا؟ ده حتى الشاي جاي دلوقتي، ما تقعد شويه. هتخرجي؟ اوريكي شغلك دلوقتي؟ يا فندم دي عبيطه ومش قصدها والله، وبعدين حضرتك الخير والبركه. طيب نجيب قهوه بدل الشاي اللي برد؟ خلاص هخلص الاجراءات عشان تمشوا. عندك شرايط ايه؟ نار ومشيت على الاشواك. مشيت على الاشواك. اعتذر لك بقولك اعتذر. حرام لا اهدوا يا جماعه، ده اكيد شريط غلط، مش معقول قصدهم يخوفونا يعني، ما اعتقدش. هتلبس وتنزل وتعيش حياتك. وهحط جل كمان، عايزه حاجه؟ عايزك تبقى زي الرجاله. رجاله ايه؟ ماما هي اللي زنقانه، عامله لنا فيها ام العريف، مش قادره تصبر لغايه لما اشتغل واجيب فلوس. اعمل ايه يعني؟ اسرق؟ ما انت لا عارف تذاكر ولا عارف تجيب فلوس، والبنت هي اللي بتجيب فلوس، واحنا وخلاص بقينا ماركه مسجله في امن الدوله، والمره الجايه ان شاء الله هياخدونا على معتقل جوانتمانا مع بتوع القاعده. انت عايزه مني ايه دلوقتي؟ عايزاك تفوق شويه. اتلم يا بنت بدل ما اكسر عضو. اما روح اتملح في برميل تاني. يا رب يستغفلوك يا عسلية، الواد يذاكر والبنت تجيب فلوس. يا عالدنيا، أنا البنت تعملني كيس جوافة؟ ريتها جوافة سليمة، إلا جوافة معطبة كده. شغل عوق يا منى. اوعي تحطيه في الكوباية، البنت لعبت بيك الكورة، وريتها كورة كافر، إلا كورة شراب وشراب مقطع ريحته وحشة. دي مرمطتك يا عسلية. طيب يا ماما، أنا وأنتي واللي استاد كبير. شفتي حنيتي يا سوسو؟
ما هنش عليا تمشي في الحاره وانت مختوم على قفاك. ما عدمكش ابدا، مردوده لك ان شاء الله يا دودو. طبش مش كنتوا تقولوا كنت ابعت لكم 2 شاي عشان تركزوا؟ ليه يا بابا كده بس؟ مالكش حق تقول لخالتي عسلية. اسكت انت، جت من عند ربنا. انا اصلا رافض الجوازه دي، مش عاوزها تتم، ده ناسها بيعر. يا بابا حرام عليك، دي منى بنت غلبانه وبتحب ابنك قوي، حبها بورس هي وامها العسلية. قال دي ست خلاها كتير. لا الخير يا عسلية. اهلا بحبيبة ماما. ماما وحلب ماما واللي مستغفلة ماما. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اللغة دي عسلية؟ لغة؟ ده انت خليتيني لغة في الحار. بقيتش بنتي مفروسة، انت اللي تمشي ده براسك يبقى اطول منك. تأكلين انا يا بنت الحلاوة. حلاوة دي بس يا عسلية. انت الفلوس وهو الشهادة، ده بقى النطع اللي انت عايزة تتجوزيه. طب اهدي بس، اهدي، انا فاهمه كل حاجه. افهميني ايه تاني؟ تاني هتقولي لي افهمك؟ خليك اللي يسوى واللي ما يسواش يشمت فيا، ربنا ينتقمني. يا سريع انا مش في العيش، حرام عليك. حرمت عليك عيشتك يا بنتي، ده انت ساعدك زمانك ان احنا في الشارع، ده كنت كلبك في الصداع. يا حليب يا سريع، معلش على الطاقه ما بنبيعش، هجيب تراب. طبعا انت موقفني عليك وعلى اللي جابتك يا منى. الطمي يا بنتي على نفسك الطمي. معلش يا بنتي، عندي انا المره دي ابويا هو السبب، انا عارفه. يا حبيبي بصي بقى، حسبي الله ونعم الوكيل. شوفي حسبي الله ونعم الوكيل فيكي وفي ابوكي وفي اخوكي وفي امي. صدقي بقى، كشفت نفسي واتجاه، كشفت نفسي واتجاه. يا بنت انا لو منك اكبر دماغي من الناس دي خالص. خليكي بعد الخير. اقول له يا كشري ما يردش، اقول له يا عدس ما يردش. اعمل له ايه؟ ناوي تعملي ايه في موضوع؟ انا كل اللي شغالني دلوقتي يا بكابوس ده، انا هدخل بيتنا ازاي؟ تثبتيني يا فؤاده. طب وحياه حتريس يا خالتي، صرحي منى المره دي، خلي الحياه تبقى معسله يا معسله. دخلالي بكفنك يا منى، ان شاء الله امك وعدوينك في خشبه واحده يا منى. تعبانه فيكي يا هبله، 15 سنه كسر شبابي عليها يا ناس. ده كانت تنزل الحر عيله قد كده، اللي يديها مصاصه واللي يديها ندغه بالجرولي ناعم. وانا اقول ابدا، بنتي 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 تعمل فيا انا كده. والنبي يا خالتي، والنبي يا خالتي ما تعمليه في نفسك كده. يا خالتي قلبها هو اللي اختار. اختار اللي ماما. ما هي اللي تتحمل بقى خالتي. تتحمل خلاص، الشهاده والشبكه وكتب الكتاب في يوم واحد. شيلي بقى حقك يا خالتي. لعلمك انا ما يهمنيش مين اللي اشتغل ويجيب فلوس، سواء انت ولا الجاهل ابن الجاهل، مش فارق. فلوس ايه يا عسليه؟ ما خلاص الامتحانات قربت والمصالح ودعت. بحب ربنا يطول لي في عمرك يا خالتي. انا كده هيتقصف عمري. بكابوزة خلاص يا بكابوزة، رفعت انا الرايه البيضة خلاص. اثر في ليلتك وقول عايز ايه. يعني مش هتعملي لي فيها قوة عظمى؟ لا، هلتزم بقرارات الامم المتحدة. كلهم بيقولوا كده ومحدش بينفس حاجة في الاخر. بس دول ما اتولدوش في القدس. وبعدين ان كانت السنيوره بتاعتك عامله لي فيها شارون فانا الانتفاضه. اوعى الطوب يا نرمين. يا نرمين اهدي يا حبيبتي، افهميني نرمين. انا عارف اني جرحتك وظلمتك معايا كتير، بس صدقيني يا نرمين، الصدمه اللي انا عشتها مع مريم خلتني عرفت قد ايه قيمتك. صدقيني نرمين،
نرمين اديني فرصة تانية اجدول فيها ديوني. بقولك ايه، تجدول ديونك تقطع هدومك دي مش مشكلتي، ولعلمك بقى انا خلاص قررت اعيش حياتي للفن للتمثيل. عارف في مخرج كبير قوي حبني واكتشفني وقال لي انه هيتجوزني، وقال لي ان في ثلاثة سندريلة السينما المصرية، سيدة الشاشة العربية، انا بقى هخليكي قنبلة السينما المصرية. واجري بقى لفرقع في وشك يا منى. فكري ده كلها الترم ده وهنخش في الجد، وامك بقى مش هترحمني. طب واعملك اذا كنت انت اصلا فقري؟ كل مصلحة يطلع لي فيها مشكلة. طب والعمل يا حبيبتي؟ انت تقعد تسبل لي؟ ما تتصرف يا سيد. الله، طب ما انت عارفه منين اتصرف منين؟ هو كله منين منين؟ مفيش كحكة ابدا؟ لا في غريبة يا خفة، اجيب لك. كلم ابوك يساعد. ابويا؟ ابويا منفض ايده مني تماما، ده لو طال يفرمني ويرشني على البسبوسه بتاعته كان عملها، ده عايز يخلص مني. طب انا اعمل لكم ايه في عليكم المفككه دي؟ ازاي انا تعبت؟ ده انا اللي تعبت من هد العش على دماغكم كل شويه. ايدي وجعتني، انتوا ايه؟ دي بالله. يا خالتي ما تفهميش غلط، انا ما عملتش حاجه. عارف انا لو شفتك هنا تاني هطوحك لابوك من على السطح. يا عسل هي مش كده؟ الرحمه حلوه برضو. ارحموني انتوا، انا واحده مش عايزه اجوز بنتي لواحد ساقط، انا حره. ساقط مش هقولك حاجه، ما هو ساقط، بس نعمل فيه ايه؟ نموته؟ لا نغيره. هاتيلي واحد باللي هما بيطلعوا في التلفزيون دول بتوع جيل المستقبل، عيال كده منظر شباب الجيل ترارارا. انا عايزه واحد من دول، حد من دول يقول لي يا طنط، انما ده بيقول لي يا خالتي. خالته منين؟ إيه؟ دمه كانت عدوتي. طيب عسليه يا حبيبتي، انا مش هتجوز غيره. ها الامتحانات خلصت وفضل شهر على النتيجه، هتعمل ايه يا سيد؟ ما تقلقيش يا منى، انا بدور على شغل اليومين دول واكيد هلاقي. حل انت بس عن دماغي وكل حاجه هتتظبط. شكرا يا عزليه. ايه الاخبار يا منى؟ كل تمام يا عزليه؟ مالك يا بنت؟ منى عايزاكي في موضوع. ازيك يا خالتي؟ مسودها ليه يا بنت؟ لا ولا حاجه، اصل امي نرمين تعبانه ولازم اروح معدني اشوفها. يا ساتر يا رب. عايزه فلوس؟ لا شكرا يا خالتي، لو عزنا اي حاجه هنبقى نجي لك ان شاء الله. ركزي يا عسليه، امي نرمين تعبانه ولازم اروح معدني اشوفها. سيحها ليه يا بنت؟ الواحد دماغه مش ناقص. برميل واحط عليك حجر زي حراميه علي بابا، واسيبك تدوب في الملح لغايه لما تختفي واخلص منك ومن ابوك نهائي، وكده تبقى الجريمه كامله. ولا بالمعروف كده تصرف نظر عن جوازك من بنتي. فعلا في مشاكل بين باباكي وبين استاذ صلاح مصطفى، واخر مره باباكي طرده من هنا. كده بقى بنت الرؤية. بس طب انتي ما تعرفيش عنوان اللي اسمه صلاح ده فين؟ في ايه؟ انتوا مين؟ مقالب من كوت ديفوار، غزال ماربتشان، انديا، مكابوسا، سعوديني، في غيرانا. طب هو امها من سعيد جوار. هو عايزين ايه؟ صلاح بيه. حبيبي مجاني، يوم حبيبي مجاني، يوم حبيبي مجاني، يوم حبيبي مجاني، يوم حبيبي. ايه ده؟ في ايه؟ هو الحلم اتحقق ولا ايه؟ الملايكة. يا ابني انت ميت بقالك ساعة اساسا. وهنت فينك هنا؟ وحدوه. لا اله الا الله. عايزين ايه؟ خدوا كل فلوسي
وخد الموبايل ده بس كارت خلي بالك. طب والنبي لحطك على الشاحن. فين شمس؟ شمس؟ ايه ده؟ بصل؟ انا ما بفطرش بصل الصبح. في كرواسون؟ بقول لك فين شمس؟ شمس مين؟ وما اعرفش حد بالاسم ده. مصمم يعتبر يلبس بقى. شمس فين لحسن اخلي المطوه تزغرط في وشك؟ شمس مين؟ ما اعرفش حد بالاسم ده. هنديه انت؟ هنديه؟ لا 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 بلاش شنبي. فصلي بالكهرباء. فين شمس؟ بلاش الكهرباء انا بدفع فواتير كتير. لا بقول لك ايه انا خلقي ضيق. فين شمس؟ كم فولت السيل كده؟ اطمن واطي ضيق. ايه ده؟ الاخ اللي من شويه؟ لا ابنه ما اروح. وقت واخر ده. هموت تحت. اوعى اديني التليفون اللي جاي يا انت يا اللي هناك يا هنديه. وقتلت أربعة وبتاجر في المخدرات بس شيلوا التلاجة ال 15 آدم جيبت عليا. يا رب حرام بقى أنا تعبت أنا خلاص هتجنن. اجيب منين الفلوس عشان اجيب الشبكه؟ احنا لازم نتصرف بسرعه. انا ممكن اكلم اخويا اللي في الكويت يبعت لي حواله بالمبلغ عشان الشبكه والفرح. ما تتسرعش اديله رنه وهو يكلمك. طب ما تاخدي شبكتي مؤقتا انتك. مساء الخير يا اولاد. ايه ده ايه ده ايه الحزن ده؟ مالكوا قافشين كده ليه؟ هي الجوازه باظت ولا ايه؟ هو باظت بعقلي. بقول لك يا غزال والنبي سمعيني سلام ثابت عليا نفسي. جرى ايه يا انتك؟ دلقوها ودلقوه. يعني لا باظت ولا حاجة والجوازة هتتم وده شيك بتلاتين ألف جندي عشان تجيب الشبكة وتعملوا المرياج. يا عمي احنا متأسفين مش هنقدر نقبل الشيك ده. يا منى الشيك ده أنا بقدم فيه اعتذاري. انتوا عيال تجنن وربنا يحميكم وأنا عمري ما أنسى إنك انتي والشلة أنقذتوني. أيوة يا عمي بس أصلي يعني. لا أصل ولا فاصل يا أنتاكا. والمبلغ ده اعتبريه هامبوكاشا سولف تسدديها براحتي. ودلوقتي عايزين نفرح يا شلة. اجيب السرير. جن جن جنة ما يغبابها الجنسية. قول حاضر حاضر جنسية جن جن نجحت يا عم. ايه نجحت يا عم دمش ابنك نجح. مبروك يا ابني. ابني نجح بخاري الدكتوراه. شوف الراجل العبيط بيقول على الليسانس دكتوراه. ماليه حق ما اللي قدم له خد الدكتوراه. اظن كده بقى خالتي مالكيش حج زي بعض الفرح الاسبوع الجاي يا بنت. استاذ هوا مع السلامه يا مستر. يا فندي يا فندي نادر علينا وخليته ياخد الابتدائيه لحليلك بقك. ربنا يسامحك. Thank you.
موكلتي منى احمد المعسل. زوجت موكلتي منى احمد المعسل. لموكلك سيد الضبش. لموكلك سيد الضبش. على سنة الله ورسوله. على سنة الله ورسوله. وعلى مذهب الامام ابي حنيفه النعمان. وعلى مذهب الامام ابي حنيفه النعمان. وعلى الصداق المسمى بيننا. وعلى الصداق المسمى بيننا. قول ورايا. قبلت زواج موكلتك منى احمد المعسل. قبلت زواج موكلتك منى احمد المعسل. لموكلي سيد الضبش. لموكلي سيد الضبش. على سنة الله ورسوله. على سنة الله ورسوله. وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. وعلى الصداق المسمى بيننا. وعلى الصداق المسمى بيننا. يا عم بالراحة، أنت هتلعبني ريست، صباعي مدوحس. أجله بقى لغاية صباع أبوه ما يخاف. أي أجله أجله. يا عم ما تبقاش جوازة، خلينا نخلص. هات يا عم المنديل، دافعين الرهن المكواجي. اتفضل امضي يا عريس. ما تيجي تتنير تمضي. تعال امضي يا عروسه. معلم عسليه صاد في مادتين. ما نجيلكوش في حاجه وحشه يا اخواننا. كبرنا. يا جماعه كبرنا. مبروك يا بنت. هنجيب السرير يا سيد. بحبك. وانا كمان. انا كنت خلاص تعبت. عملتيها وارتحتي يا منى؟ ارتحتي يا منى؟ انت بقى فاكر ان انت كده خدتها مني؟ ده انت ما تعرفنيش، ده عسليه. وحيات ابوك لا طلع على جدتك انت واهلك البلا الازرق، ورحمه ابوك انت كمان اللي هفرجك يا منى. بدي اهدي بقى يا عسليه. مالك فيكي ايه؟ ايه ده؟ يا ساتر يا ساتر عليك. ايه ده؟ مالك ومال انت؟ مالي ايه؟ 15 سنة وانت مش فاهمة حاجة ابدا. ما فيكيش دماغ تفكر. ما فيكيش عينين تبص. ها؟ ما فيكيش قلب يحس. مش كنت قاعدة على البيت؟ وهيغرت البيت والوقت. وبقيت وحدانية فوق نفسك بقى. مش هما تتشطر انت الأول وتاخد الليسانس. ليسانس؟ يا اختي قولي اعدادية. الحق اتمتع شوية قبل ما اتخرج خالص. بالريب كم شجعيني عشان اطلع الاول. هما الشهود راحوا فين يا جماعة؟